خلاص هما الاتنين كبروا مع بعض وقدراتهم الجنسيه قلت مع بعض. فجاه الراجل ده رجع زي شاب صغير عنده 20 سنه بقدره جنسيه عاليه جدا جدا جدا، برغبه في العلاقه متكرره، هي مش قادره تواكب ده، فبيبتدي يتكون عندها حاجز نفسي ضد الموضوع وضد العمليه. من الأسباب التانية اللي بتخلي الزوجة متحكمة في رضاء الراجل بعد العملية تعليقاتها أو ردود أفعالها بعد العلاقة، بتعلق تعليق سلبي للراجل، تقول له لا أنا مش حاسة، أنا مش مستمتعة، أنا حاسة أن الموضوع ده صناعي، بالذات لو هي عارفة أنه عامل العملية، لأن ساعات الزوجة بيكون عندها حاجز نفسي ضد العملية من نواحي كتير. أول حاجة أن هي فاكرة أن دي حاجة صناعي، أن الراجل ده عنده انتصاب صناعي، وانا هنا بقول لها يا فندم لا، الراجل ده ما عندوش انتصاب صناعي، الراجل ده ما عندوش انتصاب اساسا، الدعامه دي ما عملتلوش انتصاب، دي عملتله صلابه فقط، الانتصاب بيحصل له مع حضرتك بس. هي بيبقى شاغل بالها، طب الراجل ده ماشي في الشارع كده منتصب طول اليوم، ده مش حقيقي، هو في الشارع ما عندوش انتصاب، قاعد في شغله ما عندوش انتصاب، قاعد مع اصدقائه على القهوه ما عندوش انتصاب، الانتصاب ده بيحصل له مع حضرتك. لو احنا بنتكلم هنا على الدعامه المرنه، الدعامه بتعمل صلابه فقط، وبرده الدعامه الهيدروليك بتعمل صلابه فقط. الفرق ما بينهم ان الدعامه المرنه بتعمل صلابه على طول، لكن الدعامه الهيدروليك بتعمل صلابه عند اللزوم، لكن في الحالتين لازم وجود اثاره جنسيه عشان يحصل انتصاب. فخوف الزوجه او توترها او قلقها ان الراجل ده طول الوقت عنده انتصاب، ده مش حقيقي، وفكره ان ده انتصاب صناعي، ده برده مش حقيقي، الدعامه ما بتعملش انتصاب صناعي، الدعامه ما بتعملش انتصاب اساسا، الدعامه بتعمل صلابه، الانتصاب بيحصل مع حضرتك نتيجه ان زوجك انت وحشاه، انت مثيره بالنسبه له، فابتدى يحصل له اثاره ويحصل له انتصاب. فساعات الحاجز النفسي اللي لدى الزوجه ضد الدعامه ده بيتنقل للزوج، وتوترها من الدعامه ده بيتنقل للزوج. من الحاجات اللي بتوتر الزوجة من الدعامة شعورها، بالذات لو هي سنها كبير والراجل سنه كبير، انه فجأة الراجل ده رجع شباب وانا لا، ودي الحقيقة بنشوفها كتير، راجل في عمر 60 أو 70 وزوجته تقريبا في نفس السن، خلاص هما الاتنين كبروا مع بعض وقدراتهم الجنسية قلت مع بعض، فجأة الراجل ده رجع زي شاب صغير عنده 20 سنة بقدرة جنسية عالية جدا جدا جدا، برغبة في العلاقة متكررة، هي مش قادرة تواكب ده، فبيبتدي يتكون عندها حاجز نفسي ضد الموضوع وضد العملية. مراكز دار الذكورة تقدم أفضل العلاجات لأمراض الذكورة بالشرق الأوسط تحت إشراف دكتور أسامة غطاس، خبير طب وجراحات الذكورة. احجز موعدك الآن مع أكبر فريق طبي في صحة الرجل في مصر والشرق الأوسط. فبيكون ده في صورة إيه؟ إن هي تحبط زوجها، لا العملية دي وحشة، لا العملية دي مش ناجحة، لا أنت مش كويس، لا أنت مش بترضيني. هو كل ده ديفنس ميكانيزم او وسيله دفاع هي بتستخدمها عشان تحبطه، عشان تحسسه ان هو مش كويس، عشان ما يفكرش يتجوز غيرها، عشان ما يفكرش يبعد عنها، عشان ما يتعاملش معها بتعالي ان انا رجعت شاب وانت لا. فانا اعمل ايه؟ احبطه او اصور له ان العمليه دي غير ناجحه. وشفنا نماذج كتير لكده، وافتكر من النماذج اللي انا مش قادر انساها ان انا كنت عامل عمليه لاحد الرجال المهمين في الدوله، وكانت عمليته ناجحه تماما، وفجاه لقيته بعد العمليه بكام شهر جاي بيطلب ان احنا نشيل الدعامه، وكانت الحقيقه زوجته اللي معاه وهي اللي بتطلب ده. طب يا جماعه ليه هو كده؟ طب الدعامه مسببه مشكله؟ لا. طب في الم؟ لا. طب ايه السبب؟ ما قدرتش اعرف، لكن اصرار شديد انه لازم يشيل الدعامه، ومن كتر اصرار الراجل حددت له ميعاد عمليه وفهمته ان احنا لما نشيل الدعامه مش هيبقى عنده انتصاب خالص، وكان موافق. الحقيقه قبل اجراء العمليه جه اخوه، وبرده هو من الناس المهمه، وقعد معايا واتكلم معايا وقال لي لو سمحت ما تشيلش الدعامه، دي رغبه الزوجه، لان هي كانت شايفه ان الضعف الجنسي اللي عند زوجها ده نقطه ضعف فيه بتخليها تضغط عليه بصوره معينه، بتتعامل معاه بطريقه معينه، لكن هي حست انه بعد العمليه الوضع اختلف تماما ونقطة الضعف اللي عنده اختفت، فده مضايقها ومسبب لها مشكلة. أنا مش بقول إن كل الناس كده، بس أنا بحكي لكم تجربة أنا مريت بيها بتعكس قد إيه إن الست ممكن يكون عندها حاجز نفسي ضد العملية لدرجة إن هي تكره زوجها في العملية أو تحسسه إن هو مش كويس بعد العملية، وإن هو العملية دي ما فادتوش في شيء، وبالعكس إن هو أداؤه سيء. دي بعض النماذج اللي بتوضح لنا إزاي إن الزوجة ليها دور مهم جدا 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 في رضاء المريض بعد العملية.